يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في هذا التقسيم، وهو أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الأول جائز في حياته وبعد مماته، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني جائز في حياته دون مماته، وهو التوسل بدعائه، والثالث ممنوع في حياته وبعد مماته، وهو التوسل بجاهه. هل هذا تقسيم صحيح؟ نعم، هذا مأخوذ من مما مر من كلام الشيخ وغيره، أنه على هذه الأقسام. نعم، لا بأس.